يا هلا بالمنظر، يا هلا بالجمال، يا هلا بالروعة. والله يا شباب إنها لعبة تفتح النفس، لعبة روقان، لعبة مساء روقان، لعبة صباح تصحى من النوم تجي تلعبها، كل شيء كذا مناسب. عرفت؟ تغير من الشوتر، تغير من فورتنايت، تغير من ببجي، تغير من اسمع ما أنت بس شوف التفاصيل. والله لسه ما بنيت شيء، وشوف كيف اللعبة، يعني هي من نفسها، والله محلية نفسها بنفسها، لسه ما بنيت أي شيء. هذا الألعاب اللي من جد تستاهل أكثر من سعرها. طبعا يا شباب الموضوع كله مزح، ولكن في نفس الوقت هذه حقيقة هتصير مع اليوتيوبر. مثلا شركة تعرض عليه مبلغ معين فيروح يمدح لك لعبة في اليوتيوب، انت عاد لا تاخذها على طول وتروح تشتريها وبعدين ما تلعبها حتى نص ساعة. فنصيحتي مع الألعاب الجاية الكثير، لا تحكم على لعبة مجرد ان فلان لعبها ومدح لك اياها. والأهم من كذا، فيها ألعاب كثير مظلومة إعلاميا. عندكم تروبيكو 6، هذه اللي أنا بال 600 مشترك حقي أحاول أنزل عنها في القناة قدر الإمكان، ومتأكد أن في ناس كثير ميولهم مثلي للألعاب البناء وكذا والاستراتيجية وهذه الأمور. أترككم على المقطع، لا تنسوا نشر المقطع والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم. هذا برضه مفروض يكون سكر، لأن عندنا مصنع سكر ياخذ السكر ويطلع لنا إياه شراب خمر، يعني سكر. فجزيرة يعني خلهم يتسربتون شوي، ومنها نتاجر ونبيع. على العموم، في غلطة، هي غلطة ومش غلطة، اني انا باني فوق، وهذه يعني لها ايجابية ولها سلبية. شوف انا افهمك الحين. مثلا يوم تجي عند الزراعة تقول وين السكر ممكن انه ينبت بشكل افضل، يقول لك فوق، دائما يكون فوق، الاماكن العالية تكون افضل. زين، فالحين يوم تيجي تصوب على هالمكان يقول لك النسبة 90، لو تبون الرقم يتغير فوق على اليمين. هنا مثلا الأصفر 70، 64. فأنا لو حطيته هنا بتقلل النسبة، ولكن يكون أقرب لي للمصنع، ومن بعد المصنع يروح المرفأ، ومن بعد المرفأ فلوس ينباع، فالجي 7 ينباع. فما أدري والله، أنا ما أذكر متى حطيت هذا الاثنين، أحس مكانهم غلط، ولكن ليش لا؟ فلوس 19,000 باقي من حكمي 4 سنين. الموضوع يخوف صراحة. المهم، يقولنا يطول العمر كوكنت هارفستر. صاحبنا هذا راعي الجيش يقول لي Imagine my job being back in Ireland with brick buildings and door. يعني قصده انه يتمنى يرجع للجزيرة وفي تطور. اصبر، انت لا تنسيني وش ناوي اسوي لو سمحت. اخوينا قال كوكنت هارفست. الكوكنت مثل ما، ايوه كويس انه هو عرض لي اياه. شوف المبنى كيف صغير، جالس ادروج فيه. الكوكنت الجزيرة هذه افضل. وين اللي بنيت انا المدخل؟ اي هذا هو. طيب اقرب منطقة يا حبيبي هنا، والله الطريق شوي معوق بس يمشي الحال. اي خدمات لك؟ كأني شفت في سهم فوقك. اي بناء بس. طيب كذا بنكون خلصنا المشن هذا. وهنا يقول لي have at least one timester port with upgraded deck hands، اللي هو نفس هذا الدوك. كان كتب لي دي اي هنا. بسوي فيها المحقق كلنا اخرتها يطلع صح. المهم، وين هذا الدك؟ دقيقة، هو قال لي تمستر ابجريد دك هاند. اها، ثواني فيها ابجريد هنا والله. اي والله ابجريد حل مشكلة ثانية. تدري يقول لك اد 6 جوب بوزيشن، يعني تاح للسكان الجزيرة عندي 6 وظائف جديدة.
في المرفأ هذاك. فالحين خلينا نشوف ال واو واو، صفر صفر من السكان، عندي 98 شخص كلهم موظفين. واو والله وضعنا سليم يا أخي، بس الفلوس تخوف، والله الفلوس تخوف. على العموم خل الوقت يمشي، الله يستر. complete the gold، هذا فيه مكان القراصنة بنيناه. القراصنة هذه تقدر ترسلهم ينهبون أماكن، يعني مثلا نشوف عندنا المشن كان هيست ان بروجرس، عفوا المشن اسمها جولد سمجل، فنهب ذهب. فالمشن وصل هنا، يقول لك ان الجماعة يعني يجهزون نفسهم لل عادة، ما طلعوا من الجزيرة، القراصنة لسه يتشاورون بينهم البين كذا وطالعين على النهب. فبعدين ما ادري الحين ظهر هذا ولا من اول، بايرتس ار ديبارتينج، هذا يوم بيطلعون. بعدين يوم يعني يتمون المهمه بالضبط، وهنا يوم يقول لي القراصنه تبعي راجعين، اقدر اكنسل المشن. بس طبعا لا، في شغلات كثير والله تنفتح بعدين مع الوقت، اللي هي مثلا الجواسيس يمديك تفتحها. وشوف مثلا يقول لك سند كما سبايرت مدري ايش، يطلع لي الأماكن الخفية والتكنولوجيا الجديدة، مثلا الأخبار عن التكنولوجيا الجديدة، لأني أنا حاليا في عصر إيش، عصر الاستعمار، عصر الاستعمار وين يعني قبل الحرب العالمية وقبل الكهرب وقبل الأمور هذه. فالحين حبة حبة موضوع التجسس هذا شيء جديد ويحتاج له مكتبة، اللي هي هذه المكتبة. انا ما ادري وش بحثت، كنت ابحث على هذا knowledge required library works mood، لازم يخلص هذا عشان يبدا الشغل في المكتبه سيركس. انا صراحه قريت هذه من قبل ولكن ما اشوف لها فايده، هذه مثلا free housing بتفكني من الايجارات او تفك السكان من الايجارات، بيصيرون يسكنون في الجزيره بدون ايجارات. citizen بينو رنت، طيب. وهنا الموظفين يصيرون يعملون 24 ساعة، يعني شفتين، شفت من 12 ساعة وشفت الثاني 12 ساعة. أنا أقول نبحث على هذا، لأن صراحة الجزيرة ما فيها شيء من الرفاهية أبدا، ما غير الحانة اللي كانت هنا. وينها والله ما أدري متى طيرتها، الظاهر إني حطيتها هنا، والله ما اتذكر وين صرفتها، زبنتها كذا في مكان. كفو، جزيرة ما فيها اي مكان سربته ما غير هذا المصنع طبعا اللي هو باب الرزق. طيب المشن هذا بياخذ وقت، بس اهم شيء اني اخلصها في وقت معين، ما اذكر كم كانت المدة. عندي الكوكونات هارفستر، هذا كيف ما اخلص؟ هذا تريست يطقطق علي هذا، خلنا نسوي لك كويك بيلد يا حبيبي، ترى كلها ب 400، والله الفلوس بدأت تتخلص. طيب ايش الجوائز؟ Gother, I have successfully milked my former coconut friends for all their worth. مستانس. And there is so much more I can do for you. الله يجزاك الخير، يقول لي اي خدمات انا تحت الامر. Have coconut harvester, okay. Why are you wasting your time here? All I see is coconuts, and I hate coconuts. Vile, furry, sloshing things. والله I hate your face. يقول لي The Crown's advisors commissioned an inventory of your island's resources. This expensive survey suggests that you have many trees. صحيح صحيح. طيب اول شيء في البدايه جاء يطقطق يقول في مهمه اعطاني اياها قبل شوي اللي هو الخشاب، لا 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 تكلمني على الاستقلال نهائيا، هذه جت تحارشني
بخصوص الاستغلال، بس أنا ما ودي أفتح موضوع الاستغلال نهائيا، لأن مجرد ما أحاول أني أستغل وأقوم بنفسي أحكم الجزيرة بدون أوامر الشعب أو على قولهم اقتراحات الشعب، فراح أسبب لنفسي مشاكل. أنا الهدف في البداية أني أمكن نفسي في الجزيرة، أبني من الخشاب وأبني من المصانع وأبني من هذه الأمور، عشان بعدين يوم أنوي على استغلال ويقومون ضدي كلهم يكون معي أساس كويس. فإن شاء الله تضبط الفكرة، لأن وضعي صراحة خطير حاليا. ودي أزيد من المزارع على السريع. في مشن قبل شوي كان يقول لي خشاب ما خشاب، بس قاهرني. خلنا نتاجر، ليش ما نتاجر؟ دقيقة الرم بنسوي شغلتين على السريع، اللي هو التجارة، نحاول نعزز التجارة. سبلاي، لا اكسبورت يا حبيبي، بلا سبلاي امتي ستوك يا اخي. الرم يخلص بسرعة، لان الظاهر في احد صدقني في 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 مكان يستخدم شو اسمه اللي ننتجه هذا بدل ما نبيعه، او انه يبيعه تلقائيا تدري. خلنا نشوف التجارة. التجارة هي طول العمر بكم بلف؟ يلا ألف مش مشكلة. اشترنا ليسن ثاني عشان نقدر نبيع الرم. الرم شوف أغلى شيء يجيني بالسعر. أريد أتأكد أني أبيع مش أشتري. وين العروض؟ أي هذا العروض؟ الرم السهم لفوق يعني تصدير. حلو، نصدر لهم 2500، كأنها كثير، لأن خوفي أني أوقع للعقد هذا وأتوهق فيه بعدين. ما أدري صراحة في عرض أقل منه. رم 750 أبوف ستاندرد، ما أدري ليش جايني بالأحمر، نتوكل على الله. بسم الله 2500 ان شاء الله ما تكون كثير في الكمية. لا انا ايش وقعت؟ ليكون كوكنت، قريت على اخر لحظة كوكنت. تكفى تكفى، لا لا رم رم، لاني ضغطت عليها واختفت وظهرت كلمة كوكنت. طيب خلصنا شغلة، نعزز الاقتصاد ال 20000 هذه تخوف. البلانتيشن بلانتيشن بلانتيشن، ايش فيها زراعة كذا مايلة شكلها غبي؟ اتوقع هذا ما قدرت ابني فوقه. المهم انا زدت هنا زراعة جميلة جدا، نزيد مصنع، اي مصنع هنا اي مصنع. خلنا نشوف الشغلات اللي نقدر نستغلها في المدينة او في الجزيرة. وين العفوان الموارد؟ تعال صح في مصنع ذهب هنا، ايش صار عليه؟ خلنا نزيد عفوا. طيب البناء مش ضروري صراحة، خل واحد لو اصلا ايش يبنون، تعالوا ابنوا اشتغلوا اشتغلوا وينكم الحين يطلعون لك من هنا. ايوه ايوه حرك. شوف الحين مثلا هذا شوفه، شوف بيجي هنا بيركب القارب مفروض. نسرع الوقت شوي وبيروح يبني الشغلات هذه. ما عندي الا 4 سنين باقية، ورب الكعبة شكلها جيم اوفر الحلقة الجاية. الله يستر، ترى الاربع سنين شوف كيف يمشي الوقت، شوف كيف الحين هذا على طول بيقلب لي 3 سنين وشوي. ايش صار القراصنة؟ شوف 3 سنين و11 شهر مش 12 شهر، يعني نقص لي شهرين. مجرد ما اوصل الصفر خلاص جيم اوفر. لازم الظاهر اني والله ابطيت في المشنات، لان لازم تخلصها بهذا القراصنة لسه ما طلعوا، يعني معلق على المشن هذا. والله كان يقول لي اتذكر لامبر خشابين، خلنا نحط الخشاب هنا.
كم بالمية؟ طيب خلنا نضمنها. هاي برايرتي. طيب ثلاث كم خذ فلوس؟ 750. على ايش 12000 فلوسي؟ وقف الوقت. الحمد لله الحمد لله. كيف طارت؟ ايش اللي زاد؟ ايش اللي زاد؟ ايش اللي زاد؟ ودي افهم ايش 8000 هذه اللي جت. الله يكثر منها. الظاهر هذه اي هذه السفينه اللي وصلت. هذه السفينه اللي وصلت اشترت بضائع مني وجابت 6 اشخاص وهنا جابت 16 شخص جدد، فوصلوا 112 التعداد السكاني. العفو منكم طولت في الحلقة. إذا عجبتكم اللعبة أتمنى تنشرون الرابط في جروبات واتساب أو أي مكان لأخوياكم. في النهاية نقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم وأشوفكم في حلقة جاية.